اليوم وقبل قليل قرر النادي الأهلي تعيين الأستاذ طارق كيال مشرفا على كرة القدم في النادي الأهلي ابتداء من المرحلة المقبلة، كما قرر المجلس أيضا تكليف عضو مجلس الإدارة المهندس ياسر بن مدني علاقي بالإشراف على الألعاب المختلفة. وجاء تعيين الأستاذ طارق كيال خلفا للأمير منصور بن مشعل الذي استقال في وقت سابق بسبب ظروفه الصحية.